انتقل البورصه كابتن خالد. هناك خبر مهم جدا، يعني إيه يرد اصداء اتحاد الكره المصري او الفيفا. لجنه الاخلاق في الفيفا بتقول ان محمد بن همام يوم السبت سيقال عن الرياضه نهائيا لتورطه في فضيحه الفساد طبعا في تولي قطر 2022. ووصل النهارده زوريخ بالفعل، وهناك معاه 5 محامين بالفعل في زوريخ، هتكون التحقيق يوم السبت القادم. واضح طبعا واضح هيكون هناك مشاكل بالنسبه لمحمد محمد بن همام، وغدا بمشيئه الله سيكون معنا ثبت. يعني ثبت الكلام ده؟ ثبت فعلا، هو تحقيق خلاص يوم السبت يعني، يعني القناه العربيه بتؤكد. بس انا اقول لك حاجه، هو بلاتر عملها، بلاتر عملها. بلاتر اول ما حصل مشكله محمد بن همام رفع اعلان ان هو جاي او يخش الانتخابات، اول بلد راحها بعد 4 شهور من اعلان 2022 راح لانجلترا. عارف ليه؟ لان الاعلام اقوى من لغه المال. اكيد الاعلام اقوى من لغه المال، وانجلترا صعبه جدا يعني. طبعا غدا بمشيئه الله سنتابع هذا الموضوع، ويكون معنا طبعا الاستاذ اسامه الشيخ، واحد من الصحفيين الكبار والمقرب طبعا من محمد بن همام. ونتابع معنا كابتن خالد اسامه الشيخ طبعا، والاستاذ اسامه الشيخ وقريب لمحمد بن همام، قريب يعني مش في قريب في المكسب قريب من الفيفا وقريب طبعا من محمد بن همام، ويعلم ببواطن الامور وكواليس الامور طبعا داخل الاتحاد الاسيوي والاتحاد العربي وايضا الاتحاد الافريقي والدولي. نعم، نخش في البورصه. نخش في البورصه. بورصه اللاعبين طبعا، هناك بورصه لاعبين وانتقالات اللاعبين. واضح هناك كابتن خالد قبل ما نوه عن البورصه، طبعا هناك اختلاف كبير بين البورصه المصريه والبورصه الاوروبيه العالميه. البورصه الاوروبيه بتكون واضحه للجميع ومرأة ومسمع على الجميع، والسعر محدد والسعر مقبول والملفات كلها تفتح، غير طبعا داخل مصر يعني كلمنا ما اتكلمناش، بعتنا ما بعتناش، فاكس راح فاكس ما جاش، دي كلها الامور مختلفه بقى. طبعا الامور مختلفه لان كل امور محدده كمان، حتى وكلاء اللاعبين لهم نظره خاصه ومختلفه خالص عن وكلاء اللاعبين الموجودين في مصر. مش عايزين نخبط في ناس، خلينا نتكلم في البورصه. نعم، فارغاس طبعا هو اللاعب الاول، احتمالات انتقاله الى اليوفي كابتن خالد، واعتقد ان هو يعني في طريقه الى اليوفي.